لاباس عليكم. اهلا وسهلا بك. بارك الله اذا فيك. مشاكل الشعر وايضا بعض الحلول مقترحه من وصفات طبيعيه دائما، ماذا تقترحين اليوم حول هذه الحلول؟ نكملو. كنا البارح كنسلمو هنا على القشره. للقشره. ما عطيتش، بغيت نعطي واحد شامبو مضاد للقشره. بون بالنسبه لينا حنا باش نعملو شامبو كناخذ واحد الماده هي اللي تصايب لو شامبو، واحد لاباز هي اللي تعطي ديك الرغوه، هي اللي تغسل. دونك بالنسبه للسيدات غادي ياخذوا الشامبو ديالهم عادي، واحد الشامبو على الاقل ما يكونش بارفومي. كنضيفوا له معلقه ديال زيت الجوجوبا وعشرة ديال القطرات ديال زيت البابونج العطري وعشرة القطرات ديال زيت ازير العطري وعشرة القطرات ديال زيت الخزامه العطري. دونك كناخذوا 100 مليلتر ديال الشامبوان. هاد الشامبوان نحاولوا ما يكونش بارفومي، ما يكونش فيه الريحه. نعم. ونضيفوا له معلقه ديال زيت الجوجوبا، عشرة القطرات ديال زيت البابونج العطري، عشرة القطرات ديال زيت ازير العطري، و10 القطرات ديال زيت الخزامه العطري. نعم، ضروري نستعملوا الشامبوان اللي كيتباع في الاسواق، لان الماده اللي كترغوي ما يمكنناش نصنعوها. ما هي بالنسبه للناس اللي بالنسبه للناس اللي تيلتجؤوا تيصاوبوا لي برودوي كوزميتيك، هذه سي اون فورمول. يعني بالنسبه اللي تيصاوبوا لي شامبوان ولا بالنسبه لي بيتيت سوسيتي، هذه فورمول. ياخذوا ديك لاباز، ديك لاباز اللي تتباع، هما غادي يكونوا تيعرفوها، كتباع واحد لاباز تتكون، ياخذوا لاباز دوس، هذيك هي اللي ياخذوا منها 100 مليليتر ويضيفوا لها هذه المكونات هذه، وهكذا غيبيعوا يكوميرسياليزي واحد الشامبوان اللي غادي يكون. كنتكلموا غير على البيوت، وعلاش كنحطوا بالنسبه للبيوت؟ فوالا، بالنسبه للبيوت وبالنسبه للسيدات غياخذوا 100 مليليتر ديال الشامبوان ديالهم عادي اللي تيستعملوا، غير هو ياخذ واحد الشامبوان اللي يكون رطيب وما يكونش فيه، ما تكونش فيه الريحه. يكون مضاد للقشره من الاحسن او لا؟ ماشي بالضروره، لان هاد لا فورمول هذه لا، غير واش احسن؟ كيف قلت ماشي بالضروره، يعني هاد الشيء اللي غادي يتعمل كله الى تخدمها بعضياته فهو كافي. فوالا كافي. الا كان الشعر دهني بزاف يتبدل زيت الخزامه بزيت الحامض العطري، يعني الا كان يعني جد دهني نحاولوا ديك 10 القطرات ديال زيت الخزامه العطري نحيدوها ونعملوا 10 القطرات ديال زيت الحامض العطري. والا كانت الحكه كثيره، يعني كانت حكه كثيره في الشعر، نعوضوا زيت الازير العطري بزيت فليو العطري. يعني الا كانت السيده ولا السيد تيعطيهم واحد الغطاج كثير، واحد الحكه كثيره، فيحيدوا زيت الازير العطري ويعملوا بلاصتو زيت فليو العطري. هاد الزيوت العطريه كلهم اللي قلت فهي موجوده، كاينه عندنا في السوق، موجوده عندنا في السوق. فيعني ما منهاش، يعني ما عندناش اي خوف، ولكن دائما نذكر بانه توتالمون انتيردي على لافامون، فوالا، على استعمال الزيوت العطريه للنساء الحوامل. انتيردي كومبليتمون لافامون. اذا نعاودوا التركيبه، عندنا 100 مليليتر من شامبوان بدون رائحه بشكل عادي، غنضيفوا له ماذا؟ معلقه ديال زيت الجوجوبا. نعم. 10 القطرات ديال زيت البابونج العطري. 10 القطرات ديال زيت ازير العطري و10 القطرات ديال زيت الخزامه العطري. نعم. بالنسبه لنا كيف قلنا، الا كان شعر جد دهني غادي نحيدوا ديك 10 القطرات ديال زيت الخزامه العطري ونبدلوها ب 10 القطرات ديال زيت الحامض العطري. نعم. واذا كانت الحكه شديده نعوضوا زيت الازير العطري بزيت فليو العطري. بالنسبه للسيدات كنصحهم بزاف يشريوا زيت فليو العطري، سيغتو الناس اللي عندهم مشكله ديال البروده. الناس اللي عندهم مشكله ديال البروده ياخذوا اي زيت نباتيه ويضيفوا لها زيت فليو العطري، قطرات من زيت فليو العطري، لانه تيسخن مزيان. وبالنسبه كذلك الناس اللي عندهم القشره، فإلا ما توفرتش لهم هاد لا فورمول، هو من الافضل تعمل كامله، ياخذوا قطرات من زيت فليو العطري ويضيفوها للشعر. كاين واحد بليتو الشامبوان، واحد القضيه هنا، كاين واحد الشامبوان
كوميرسياليزي دابا راه مشهور تيتعمل القشره، وملي كنعملو كنحسو بحال واحد الانتعاش، كنحسو بحال واحد البروده كتنزل على الشعر. هذاك هو ليفي ديال زيت، زيت اساس فليو، زيت فليو العطري. نعم. هو هذاك اللي كيعطينا داك الاحساس، وديك هو الكومبوزون الاساسي في هذاك الشامبوان. نعم. اذا بعد الفاصل غادي نرجعو نكملو معك هذه الوصفات الطبيعيه اللي كيعاني منها مجموعه من السيدات. فمعنا دائما السيده ايمان تازي، الخبيره في التجميل، من اجل تقديم الوصفات الطبيعيه. اذا تحدثنا على الوصفه الاولى اللي غنستعملوها كشامبوان. ايمان تازي قلت لنا 100 مليليتر مع يعني الاضافات اللي تكلمتي عليها، فهاد الاضافات هذه غنبقاو نستعملوها حتى كيسالي لنا داك القرعه ديال الشامبوان، ماشي غادي نجددوا التركيبه كل مره؟ صافي، اون فوا كناخذوا ديك القرعه ديالنا كنضيفوا ليها هاد التركيبه هذه، اون فوا كنبغيو نغسلو نحركوا القرعه ديال الشامبوان مزيان. نعم. صافي، وتنغسلوا الشعر ديالنا. نعم. صافي يعني وهي راه الكميه راه مناسبه، ما تيولي شويه الشامبوان، ما تبقاش عاقد بزاف، تيولي شويه سائل، ولكن تيبقى تيرغوي، تيبقى مزيان. نعم. وواحد القضيه انه الاضافه ديال هاد الزيوت العطريه كيموديفيو لينا حتى البي اش ديال الشامبوان، حيت بزاف ديال البي اش ديال الشامبوان ما تيكونوش حتى هما مقادين. فبالتالي هاد لا فورمولا هادي غتقاد لينا حتى البي اش ديال الشامبوان، وبالتالي ما عمره ما غادي يعني نبقاو نقولوا غادي يعمل لينا هاد الشامبوان القشره، ما عمره ما غيضرنا الا ما نفعناش. لا ما غاديش يضرنا، لا ما يضرناش. نعم. اذا باش نحاولوا نقدموا اكثر كم من الوصفات باش نستافدوا اكثر، هناك وصفه اخرى. اذا عملنا الشامبوان احنا وجدناه كنغسلوا به، نتمنى تكون النتيجه، هل هناك يعني شيء اخر اللي ممكن نعمله باش تحيدنا القشره؟ بالنسبه كيف قلت القشره، كاين هذوك الاملاح اللي كنت عطيت. نعم. هذيك الملحفه يحاولوا السيدات يجربوها، فهي جد فعاله وزوينه للشعر، والملح راه عندها فوائد كثيره ان شاء الله من بعد نتكلموا عليها. بالنسبه لكيف قلت الماء ديال البصله، يعني غير البصله بوحدها الماء ديالها فهو تيقوي الشعر، تنقي الفروه ديال الشعر، و يعني تي حاب تساقط وتحيد القشره. فيحاولوا السيدات يجربوا. بالنسبه لي اوعد السيدات على صفحه البرنامج ان اليوم غادي نعطي صباغه للشعر باللون الاكاجو. غادي نبدا دونك بالنسبه لصباغه الشعر ديال اللون باللون الاكاجو، اولا غنصاوبوا واحد الخل، غنقاد واحد الخل وغيبقى عندنا في الدار. هذاك الخل، هذاك الخل غادي نصبغوا به الشعر ديالنا، وهو سي تانتور مار، هذاك اللي غادي نقدروا نصاوبوا به لي كريم يكون عندهم ذاك اللون غوزي، ذاك اللون الوردي. هذا الخل هو الخل ديال الكركديه، الكركديه راه كيتباع عند العطار، فينيغر دي بيسكوس راه كيتباع هذا الكركديه عند العطار، راه رخيص يعني غادي تكفيهم واحد زوج دراهم راه كافيه. دونك غناخذوا هذا الكركديه هذا، وغادي نضيفوا له الخل ديال التفاح. تقريبا الى خدينا واحد المعلقه ديال الكركدي، غادي نضيفوا لها تقريبا واحد 4 ديال المعالق ديال الخل التفاح. نعم. وكنخليوها تماطيغا واحد المده، نخليوها حنا بالنسبه لاننا بغينا غير الصباغه، غنخليوها واحد المده ديال 4 ديال الايام، غادي تعطينا اللون مزيان. بالنسبه للسيدات اللي بغاوها الفوائد العلاجيه وهذا، من بعد غادي نتكلم على هذا الخل هذا، فيخليوها يعملوا كميه كبيره اللي تغطي لنا الكميه ديال الكركدي، ونخليوها تماطيغا المده ديال 3 ديال الاسابيع في الظل، وفي قرعه اللي تكون اوباك. بالنسبه لهذا فوالا معتمه. بالنسبه لهذا الخل هذا راه تتبان لنا واحد لاكولوغاسيون غزاله حمراء، يعني ولكن واش كدوم؟ لان راه حتى الصباغه الكيميائيه كتعطينا اللون اللي كنبغيو. لا هذا بعدا هو دغيا كيطير، كيولي اورانج وكيولي فوالا، هذه كتعطينا بعدا الكولوغاسيون تنشوفوها حنا في الخل، يعني هذا الكولوغاسيون بحال اللون ديال الحبات ديال الرمان، ديك الحبات اللي كيكونوا نيت ماشي ديال البويل الاكاجو. دونك بالنسبه لينا ملي كنكونوا هذا الخل، يمكن لينا كيف نعملوا، يا اما بخل الكركديه، يا اما نعملوا نفس الكميه ما بين الكركديه وما بين اتاي اتاي ديالنا اللي تنشربوه، دونك نفس الكميه، وكنغطيوه بالخل ديال التفاح. دونك عندنا الاختيار، يا اما نعملوا الكركديه بوحدو، يا اما
نعملوا نفس الكميه ما بين اتاي، وانا كنفضل بالنسبه لصباغات الشعر نفس الكميه ما بين اتاي وما بين الكركديه. غادي نعمل بالنسبه للسيدات اللي تيشوفوا الصفحه ديال البرنامج راه غيشوفوا الطريقه، غيشوفوها بالصور وغتبان لهم لا كولوراسيون. بالنسبه لكم هذه الطريقه سهله للمستمعات اللي ما يشوفوش الناس، المهم هذه الطريقه سهله بزاف. كيف قلت نفس الكميه ما بين اتاي وما بين الكركديه، تنضيفوا لها الخل ديال حتى كنغطي وكنخلي واحد المده. دابا الكركديه يعني ولا كيتباع، كنشوفوا موجود عند العطار، يعني موجود عند العطار وبنفس الاسم، يعني الاستهلاك ديالنا يمكن اقل من المشارقه لهذا الكركديه. اللي كيشربوه ما كيشربوه كيف قلت من بعد نتكلم على ان شاء الله على الفوائد ديالو. دونك اون فوا كيوجد لينا هذا الخل هذا، كناخذوا الحنه، دونك كناخذوا معلقه ديال هذا الخل حتى لجوج معالق، وكناخذوا ثلاثه المعالق ديال الحنه. الحنه كتعطي اللون، كتعطي اللون الا كانت في وسط حمضي، الا كان الوسط الحمضي كتعطي لون افضل. وهذا الوسط الحمضي حنا ما غنعملوش بالحمض، غنعملو بهذا الخل هذا. دونك ناخذوا ثلاثه المعالق ديال الحنه، زوج معالق ديال الخل ديال الكركدي، و الخل اللي عملنا نعم، وهذا واتاي سي بون. هنا الكولوراسيون ديالنا غادي تعطي. ما بغينا كان السيده شحال نخليو على الشعر؟ كنخليو على الشعر مده ديال 3 ساعات. اذا كانت السيده تنشف ليها الشعر ديالها، ما تعملش هذا الخليط بوحديته، ولا تضيف له زيت، سواء زيت العود او لا اي زيت نباتيه، او لا تضيف له زبده عاديه، زبده عاديه وتعملها على الشعر. نعم. وشويه غير باش ما تنشفش، لانه الخل زائد من الحنه غادي ينشفوا ليها. ممكن تستعمل هذا الخليط كل اسبوع؟ لا، غادي نشف السيده الشعر. المهم من الاول بغات تعطيها واحد لاكولوغاسيون، غير ما يكون الشعر، الا كان الشعر كحل بزاف ما تستعجلش النتيجه ديال الكولوغاسيون. الا كان الشعر شويه اللون ديالو ماشي حيت اصعب، الشعر اللي تتشد فيه اللون هو الشعر اللي كان اسود. نعم. الا كان جد اسود، فاذا كان شويه اللون ديالو فتحر غادي تبان لها الكولوغاسيون من الاول، ومن بعد بدات تعاودها. غير هو كل شعر الا كان شعر جد دهني ماشي مشكل. نعم. اما اذا كان الشعر ويمكن إضافة قطرات من القطران الرقيق كعلاج، ويعني تولي أمام طون صباغة، أمام طون تستافدوا من فوائد الحنة وفوائد ديال القطران. نعم. نفس الخل يمكن لينا نضيفوا لواحد الكريم اللي تستعمل الأرجل. يعني هذا الكريم غادي أمام طون غنستافدوا من فوائد هذا الخل المعالجة ضد لي شامبينيون، وكذلك بالنسبة للمشكلة ديال تشقق الأقدام. هذا هي هذا موضوع آخر، نخليه الوقت حتى هوايا ونكونوا عندنا محضرين هذا الخل هذا. إذا كنوعدوا إن شاء الله المستمعات أننا غنوصلوا الحديث على المشاكل الخاصة بالشعر في الأسبوع.